ربك لا تؤتني من الملك وعلمتني التأويل بحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وكلم ربه وتشرفا أنت الذي وطئ البساط بنعله وبخلعه في الطور موسى كلفا الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما واختصه في المرسلين كريما ذو رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا خير من دفنت في القاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأنيم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وبال من به وما بال طرق ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه إخواتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار ربها في هذه الأيام الطيبة المباركة ودائما القرآن أمامنا وإمامنا خير كل ذي بدء القرآن الكريم نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحان محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء العالم الإسلامي وقارئ مسجد الإمام الرفاعي بمدينة القاهرة والذي سوف نسعد به إن شاء الله في فجر الليلة عبر أسير الإذاعة ادع معي المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا ويرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تبتغي غرفة يا
علينا مولانا ربنا يعزك بالقرآن يا مولانا. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور. لا يجدون لك
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا عليك عليك يا عليك يا ابو شيخ انور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
ولقد أنزلنا اذكر الله الذي فعلنا والله والله
الزجاجة كأنها Yeah.
سمعتك والأصالي رجال
الله اكبر عليك يا مولانا. الله اكبر. الله يكرمك يا مولانا يا دكتور التدريب. الله ما شاء الله الله يستر على معاك. ربنا يقويك يا مولانا. الله اكبر. القرن الاوليه الله اكبر. رجال لا الله يبارك عليك.
اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك بكل اسم هو له سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين، وأن تجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا يا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، استمعتم من فم الطاهر إلى قلوب المؤمنة عامرة بالإيمان مؤمنة بقرآن الله وحق قدره، استمعتم من فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ مسجد الإمام الرفاعي بمدينة القاهرة. نقلناها على أسماء حضراتكم على أحدث مكبرات الصوت والخدمة الفندقية المتميزة دار مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق، الهندسة الكهربائية الكبرى بأدخل محطات البيزا الكبرى إدارة الحاج أحمد عبد الباري وأولاده المقيم ببنيوس، مخازن الفراشة الكبرى
مدارة الحج محروس الصغير وأخيه الحي سامي في شارع فاروق بالزقازيق. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها في عزيز أبدا، وشكر الله سعيكم جميعا.